السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، صدق الله العظيم. أعزائي المتابعين، مثل ما عودناكم كل يوم عندنا فيديو جديد وحكاية جديدة وقصة جديدة، خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم قناتكم قناة الرعب هيروليكس. بقول صاحب القصة، كان ذاك اليوم يوم خميس، ومثل ما بتعرفوا يوم الخميس زمان كان عطلة، وكانت كنت أني قاعد مع بعض من زملائي بالدراسة، وكنا مجتمعين بنسهر وبنضحك، وكانت الساعة 2 بعد نص الليل، وفي نافذة شباك بالغرفة بطل على مقبرة قديمة. قام واحد من زملائنا وفتح هالنافذة هاي، وكان مصدوم من اللي شافه، فنادانا كنا كلنا قمنا نشوف شو هاللي شافه. شفنا شخص عم يرتدي لباس أبيض وهو بيمشي بين القبور بطريقة غريبة، وكنا بصراحة خايفين كثير من اللي شفناه، وبالبداية ظنينا إنه مجرد ساحر إجى لهناك عشان يمارس بعض الطقوس. بس بعد دقائق من مراقبتنا له تبخر الشيء هذا بالهواء وكأنه شيء لم يكن. بقول صاحب القصة، بحلف بالله انه ظلينا صاحين حتى اذن المؤذن لصلاة الفجر، وما لمنا حتى صلينا صلاة الفجر جماعة. وثاني يوم الصبح رحنا لواحد من شيوخ القرية وخبرناه باللي شفناه، بس لاحظنا اشي غريب انه ما له اي ردة فعل. ولما انتهينا من القصة واللي حكينا له اياه، قال لنا انه كان في امام، كان امام المسجد الله يرحمه، بيقول انه في جن بيسكنوا هالمكان، وكان بينصح سكان القرية باخراج الصدقات عشان ما حدا يتأذى من هالجن اللي بيسكن المقبرة، وانه في ناس شافوا اشياء غريبة مثل ما انتوا شفتوا بالضبط، وشغلات ثانية كثير، وكانوا بيسمعوا أصوات ضحكات وبكاء أو استغاثة من داخل هالمقبرة. وفي شباب ثانيين قالوا إنهم كانوا قاعدين قدام باب المقبرة بالليل، وكانوا بيضحكوا وبيتكلموا سهرانين، وكانوا بيتحدثوا بصوت عالي حتى طلع عليهم مخلوق جلده كجلد الماعز ووجهه أسود، وكان يركض وراهم حتى ابتعدوا عن المقبرة وتبخر كأن شيء لم يكن. وكانت هاي القصة منتشرة بهذاك الوقت. وكمل الشيخ كلامه وقول، من لما صرنا نقيم وليمة للفقراء والمساكين كل عام ما شفنا أي شيء بعد هالشيء. لابد أو أكيد إنكم أزعجتموهم امبارح، عشان هيك ظهر واحد منهم عشان يخوفكم. وبعد ما كمل الشيخ كلامه شكرنا ورجعنا للمدرسة وجمعنا كل أغراضنا ورحنا ونقلنا لمدرسة ثانية. بس بقول صاحب القصة، أني بعمري من هذاك الوقت وصار له سنين مر على هالحادثة هاي، بس بعده موجود بمخي، ما بيروح نهائيا هالمنظر اللي شفناه، خصوصا يعني أنه كنت أول مرة بشوف هيك أشياء وعمرها ما بتروح من ذاكرتي. أما القصة الثانية أعزائي المتابعين، واحد بحكيه بقول، بواحد من الأيام كنت بأشد الحاجة لشراء أغراض بتخصني، وللعلم إنه المسافة طويلة جدا لهالمكان اللي بدي أروح لعنده. وبطريقي لمحطة البنزين لاحظت وجود أشخاص بسياراتهم بينظروا ناحيتي بنظرات استعجاب، وأفواههم مفتوحة للآخر كأني جاي من المريخ، يعني كأنهم شايفين منظر غريب بوجهي، يعني مش عارف ليش. بقول بالبداية ما أعطيتهم أي اهتمام،
ونفسي قلت ممكن انهم شبهوني واحد من الاشخاص بعرفوه، بس لما تحركت لاحظت انه في حدا عم بيطاردني. تعمدت اكثر من مره اني اتجه ناحيه اليسار او اليمين او انعطف بالطريق بس بدون فايده، وبعدهم بتربصوا بي وبيطاردوني. وقتها صار تفكيري مشوش وصرت بتساءل مين هذول ومين عم بيطاردني وشو بدهم مني؟ معقول اكونوا اعدائي؟ بس ما بظن هالشيء، فما وصلت لهذيك الدرجه يعني اني اعادي ناس يتربصوا فيا ويراقبوني وبدهم مني شيء. المهم بقول مع انه كان بامكاني وقتها الاتصال بصديقي فهو بهذيك المنطقه او اني على الاقل اتصل بالشرطه، بس انا قررت اني اسحبهم معي حتى اقابلهم واتبين الموضوع. واخيرا وصلت للمكان اللي بدي اياه، ولما نزلت من السياره وقبل ما اروح للسوق استنيتهم او انتظرتهم حتى اجوا، ولما لاحظوا اني بنتظرهم كملوا طريقهم وما عاد شفتهم نهائيا. بقول صاحبنا اتجاهلت هالموضوع هذا كله، قلت ممكن يكون صدفة او اني ضخمت الموضوع بدون سبب. بس لما بدأت بالتسوق وبديت انسى اللي مريت فيه واني شفتهم كانوا يتسوقوا او انهم بدعوا انهم بتسوقوا، والاغرب حركاتهم المريبة، فنظرات اعينهم بتتحرك بسرعة باليمين وباليسار، وبالطبع كانت نظراتهم اكثرها لعندي، فتأكدت انه اني المقصود من هالنظرات. بقول رحت للمحاسبة وبنيتي اني احط الاغراض بالسيارة بعدين اواجههم، وكنت قبلها ارسلت لصديقي وخبرته انه يجي وشوف اذا كان في حدا عم يراقبني او بيتربص بي، فخبرني انه هو راح يتصرف. ولما حطيت الاغراض كانت المفاجأة، ما لهم اثر لا لهم ولا سياراتهم، وكأنهم تبخروا رغم اني شفتهم قبل شوي يعني، فشلون يعني تحركوا بهالسرعة الكبيرة هاي؟ رجعت مرة ثانية وبعديها ما شفتهم نهائيا، ولا يوم نهار ما بعرف شو كانت نيتهم وقتها ومين هم وشو استفادوا من تعقبي رغم طول المسافة، او اصلا انهم ما كانوا من البشر نهائيا لانهم كان حركاتهم غريبة جدا وبتدل على انهم مو من جنسنا. اما القصة الاخيرة اعزائي المتابعين فهي من سوريا. بقول صاحبها مواقف الي ولعائلتي ما لقينا لها اي تفسير. بقول الموقف الاول اللي صار معنا، بيوم من الايام لما حل المساء اتشاجر اخوتي مع بعض، واجا ابوي ضرب اخوي ضرب مبرح. وقتها راح اخوي لفراشه وهو زعلان، بقول انه شاف امرأة اخترقت الجدار وطلعت هي واطفال بيمشوا وراها، وقالت لاخوي تعال تعال انا امك. بقول اخوي تعودت من الشيطان الرجيم، هون ضحكت هي واطفالها وفر اخوي وهرب، وخبرنا واقسم بالله انه صادق وهو معروف عندنا انه مستحيل يكذب. اما الموقف الثاني، بقول طلب اخوي من ابوي انه يشتري له تليفون، رفض ابوي وتشاجر وصار في مشادة بينهم. بعد ما راح اخوي سمع الباب عم يطرق، ولما فتح الباب ظهر له رجل ملتحي ابيض بشع النور من وجهه، ضرب اخوي كف ومن شدة قوته صرخ اخوي صرخة كل اللي بالبيت اتجمعوا. والغريب انه لما اجتمع الجيران كمان اختفى الرجل نهائيا. بقول الموقف الثالث اللي صار معنا، صحي اخوي اخر الليل وراح للمطبخ عشان يشرب مي، بقول لفت نظره انه في ايد لونها ابيض ظهرت من العدم بتتحرك كأنها بشجار عنيف. شو طبيعة هاليد؟ الله أعلم. أما الموقف الرابع أعزائي المتابعين، فبقول رحت مع أبوي من القامشلي لريف دمشق، وتحديدا قرية شبعة، لحضور اجتماع لأبناء عشيرتنا. بقول اتجهنا الساعة 12 المساء،
وإحنا بالطريق شفت رجل عم يركض ورانا بسرعة غريبة جدا وبيشاور بإيده إنه نوقف. الغريب إنه سرعته غريبة جدا لدرجة إنه كان يقدر إنه يسبق السيارة. بس لما قلت لأبوي فجأة تبخر الرجل بالهواء وكأنه لم يكن. بقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كل ما أتذكر هالموقف هذا بقشعر شعر جسدي كله. أعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو تبعنا. إن شاء الله يكون حاز إعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل إعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد، ولا تنسونا من التعليق لو بكلمة واحدة. دمتم بخير، السلام عليكم.